في مقولة على عبد الله بن مسعود قال: اعتبروا الناس بأخدانهم. يعني ايه؟ يعني احكم على الشخص من الناس القريبة منه، او من الناس اللي هو دايما بيقضي معهم الوقت. فدايما خلي بالك كويس جدا من الناس اللي انت بتصاحبهم. احنا عندنا مثل كده يقول لك: الطيور على اشكالها تقع. فدايما الشخص لما بيدور على اصحابه بيدور على الصحاب اللي فيهم المواصفات اللي شبهه او المواصفات اللي هو نفسه تبقى فيه. فخد بالك جدا، لان الناس اللي بره هتحكم عليك من تصرفات صحابك. فنقي صحابك كويس جدا.